قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد المرة حول المدافع سفيان بوفتيني، واللي هو مجرد اقتراح منا من أجل تعويض المدافع الليبي سند الورفلي في حالة الرحيل دياله. فمرحبا بكم مرة أخرى. نبدأ الفيديو ديالنا بحالات اللعب تحت الضغط. بالكرة سفيان بوفتيني جيد جدا ولديه دقة تمرير عالية بنسبة 81%، وهي نفس دقة تمرير سند الورفلي. إذن هذا اللاعب يجيد اللعب تحت الضغط. هنا في الحالة بوفتيني تحت الضغط لا خيار أمامه، وزاوية التمرير نحو المدافع الرامي غير ممكنة بسبب غلق زاوية التمرير من قبل المهاجم سوفا، لكن بوفتيني يمتاز بقدرة ممتازة على فتح زاوية التمرير عن طريق تحرك خطوة أمامية ثم فتح الزاوية. وهنا أيضا بوفتيني تحت الضغط غيصبر بالكرة ويوهم المهاجم تطواني بأنه سيعود للخلف ثم يفتح زاوية التمرير نحو المدافع. هنا غنلاحظوا الطريقة المميزة للاعب بوفتيني في فتح زاوية التمرير، وهي المراوغة ثم فتح قناة التمرير. في هذه الحالة بوفتيني ما عندوش أي خيار للتمرير، غيصبر ويوقف على كورتو لحين تمركز الزميل بالشكل الصحيح في الوسط للخروج بالكرة من تحت الضغط. وهنا أيضا وكما في الحالة السابقة تقريبا لا خيار متاح للتمرير لبوفتيني، يقف على الكرة لأطول مدة ممكنة من أجل منح الوقت والتمركز الصحيح لباقي اللاعبين. بعد ذلك سيراوغ بوطيب وسيجد أمامه ثلاث لاعبين متمركزين بين الخطوط. وهنا مرة أخرى سفيان تحت الضغط وزاوية التمرير لأحد لاعبي الوسط غير ممكنة، يوهم الخصم بالعودة للخلف والمراوغة وبالتالي فتح زاوية التمرير. ثبات المدافع على مبدأ الخروج بالكرة بشكل سليم هو ليس خيار، بل هي عقلية وثقافة. هنا كذلك نفس المشهد، المراوغة ثم فتح زاوية التمرير. نمر الآن للتمرير الطولي، وهي ميزة أخرى للاعب سفيان بوفتيني، حيث يملك رؤية محترمة للملعب. نسبة دقة التمرير الطولي هي حوالي 53%. أفضل وسيلة لضرب ما بين الخطوط الخصم هي عند الاعتماد على الكرات الطويلة لكشف ما بين الخطوط. بوفتيني جيد في عملية نقل اللعب، إذ أنه يجيد ضرب التكتلات التي تكون في العمق ويحول اللعب بسرعة نحو الأطراف. الآن نمر للمميزات الدفاعية بخصوص اللاعب سفيان بوفتيني. هو قوي في وضعية الواحد ضد واحد، معدل فوزه بالسرعات هو 50%، وهو رقم يتفوق به على المدافع الليبي سند الورفلي
الذي يملك نسبة 49.5%، ويسترجعون معا معدل 14 كرة في كل مباراة. سفيان جيد في قراءة اللعب وتوقع مسار الكرات. يسترجع نسبة 5.29 كرة، بينما سنة الورفلي يسترجع نسبة 4.78 كرة. لاعبنا اليوم سريع في التغطية الدفاعية وقوي بدنيا، ممتاز جدا في السرعات الهوائية بسبب توقيت ارتقائه وكذلك بسبب بنيته الجسمانية. نسبة فوزه في السرعات الهوائية 67.7، وكمقارنة بينه وبين سند فإن هذا الأخير نسبة فوزه في الألعاب الهوائية هي 64%. مفتيني سلاح فعال جدا في الكرات الثابتة سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية. إذن حسب المعطيات والأرقام، أفضل معوض وبديل لرحيل المدافع الليبي سند الورفلي في حالة تأكد رحيله هو المدافع سفيان بوفتيني. شكرا على مشاهدتكم، إلى فيديو تحليلي قادم.